هو الوقت المتبقي عندنا اتخيل قصير. خلينا نكمل الدايجنوستس مالتنا. حسب ما اتذكر وصلنا للبلينز اللي نشرح فيها كل بلين الفيو مالتنا شو حيكون وشو نقدر نسوي الدايجنوستس المضبوط. احنا قلنا بالاورثونتك تريتمنت بلان عندنا 3 بلين نتعامل وياها، الترانسفيرس والفيرتيكال والانتروبوستيريا. هذا اول واحد كان اللي هو الهوريزونتال او الترانسفيرس. قلنا احنا الفيو اللي راح نشوفه 2 فيو، هذا ذكرناه بهذيك المحاضره انه 2 فيو، اما راح نشوف البيشنت فرونتال فيو او عيون قدام او اوكلوزال فيو. الاوكلوزال فيو يعني البيرد فيو نفسه، نفس البيرد فيو، يعني انا اجي البيشنت يقعد على الكرسي او اباوع من فوق اشوف السيمتري موجوده بين الرايت سايد وبين الليفت سايد، اكو توازن بين الرايت سايد والليفت سايد. اغلب الكيسات اللي عندنا اياها هي نورمال كونديشن، يعني من النوادر ما يجيني بيشنت يكون يعني اسيمتري عنده بالترانسفيرس بلين. يعني هذول الاشخاص اما عندهم هاي الكونديشنات الموجوده هنا شو ما قلت لكم اياها من المحاضره، او عندهم يعني سيفير سكليتال discrepancy بين width بين upper arch وال lower arch. من يصير عندي هاي المشكلة severe transverse discrepancy، يعني إن شاء الله متوقع إني أشوفها كمان occlusion هو skeletal type of crossbite. تمام؟ إذا نربط ال transverse دائما ويا ال crossbite skeletal type of crossbite. تمام؟ هذا شرحنا في هذاك المحاضرة. اليوم راح نحكي عن ال another review اللي هو ال facial profile وال facial divergence. مصطلحين موجودين كل واحد قياسه يختلف عن الثاني اختلاف جذري. يعني الفيو اللي تشوفوه بالحالتين هو واحد، يعني شلون اباوع البيشنت اثناء ما اسوي الدايجنوستس بالفيشال بروفايل او فيشال دايفرجنس هو واحد اللي هو اللاترال فيو. يعني ما ممكن البيشنت هو قاعد قدامي وانا اشوفه، لا لازم اباوعه من اللاترال سايد، من السايد من البيشنت. اقدر اباوعه انه هو البيشنت هو البروفايل مالته شي يكون والدايفرجنس مالته شي يكون. اول شيء البيشنت لازم يكون بالسباين بوزيشن مالته، او خلينا نقول الايديال ليفل مال البيشنت هو لما ناخذ هذا البروفايل او الدايفرجنس او حتى بالدايجنوستس ان جنرال، لازم يكون عندي الفرانكفورت بلين مال البيشنت بارلل تو ذا جراوند. فرانكفورت بلين راح ناخذها بالدايك بالسيفالومتري، هو في البلين يكون موازي تو ذا اي، يعني مباشره ويا الفلور اوف ذا اوربيتال كافيتي. هذا اللاين لازم يكون موازي تو ذا جراوند للقاع. فالبيشنت لازم يكون ان سوباين بوزيشن. احسن طريقه لهاي الوضعيه شنو؟ ان كل البيشنت هو قاعد او هو واقف وات ايفر، يعني تمام، انه يباوع على شيء معين على بعد نظر معين. النظر تساعد انه يخلي الفرانكفورت بلين او الهيد كله بالرايت بوزيشن. يعني بس مجرد بتقول انه باوع على هذيك النقطه على بعد مسافه من عينك، يعني بنقطه ثابته، من تقول له بس باوع تشوف انه راسا الهيد كلها اذا هو بميلان او بحركه راسا يتعدل، تمام، ويظل باوع على هذا اثناء مرحله الدايجنوستس مالتك. تمام، فهذه الخطوه الرئيسيه الاولى. كلينيكالي شلون راح اسوي الفيشال بروفايل؟ الفيشال بروفايل هو الربط بين تو لاينز، يعني هاي اللاينز انا ما حاجي على البيشنت ابدي ارسم له لاين او ارسم له لاين او ارسم له لاين خط عدل، يعني على وجهه ما ممكن، يعني بس هو في شيء ايماجينري، فشي اتخيله لازم. شلون يصير عمليه التخيل؟ يصير عمليه التخيل كالاتي، انه اول لاين اللي حرسمه انه هو اللاين اللي يربط لي الفور هيد ويا البوينت اي. بوينت اي مع سوفت تشو يمثل لي الديبست كونكافيتي الموجوده بالماكزيلا، اللي هي الديبست كونكافيتي الموجوده بالماكزيلا هي هاي المنطقه، هاي اعمق منطقه من الماكزيلا ريبون، هاي كل نقدر نتحسسها. ارسم هذا اللاين بحيث يكون موازي للفور هيد ويا البوينت اي. بعدين من نفس هاي النقطة بوينت اي الى الموست بروميننت بارت اوف ذا تشن يسموها بالبوغونيون، هذا نتحسس هذا كلتنا، تمام، ربطنا هذول اللاينين.
من حنربط هذول اللاينين راح نحصل على 3 types official profile. 3 types. اول type هو هذا, ثاني type هذا, وثالث type هذا. طبعا يعني مو لهالدرجة, بدرجات طبعا, اختلاف الدرجات. تمام, هذا من يكون هذا معناه straight. هذا من شو يكون؟ هذا يكون من يعني زاوية حادة, acute angle. هذا يسموه convex profile. هذا العكس, concave. حتشوفون بالمحاضرة الكلام واضح. straight هو straight line, يعني اللاين يعني رسمتهم اللي بخيالي ربط هذا الهيد ويا الماكزيلا, واللاين اللي ربط الماكزيلا ويا الماندبل اللي هي الابرز من عند التشين, هاي نقطتين. هذا اللاين من رسمتهم طلع عندي ستريت, خط عدل. بالكونفكس اللي هو الاكيوت انجل, من رسمت هذول اللاينين شوف صار عندي زاويه حاده بين الخط الاول والخط الثاني. الكونكيفيتي مال اللاينين هو البروفايل كونفكس. الكونكيفيتي مال اللاين اللي رسمته facing towards the tissue, هتشوفوه بالتعريف ودوخهم بيها بعد. اللاين الاول هذا اللاين الثاني هو كله طلع كونفكس شكله. تمام, هذا متقدم وهذا راجع. بالكونفكس اللاين الاول من رسمته ويا الخط الثاني الشكل البيشنت طلع كونفكس. شنو الكونفكس؟ انه اكو اما عندي بروميننسي بالابر بارت او ريتروبنام, يعني التوكناتيزم باللور بارت, يعني اما عندي الماكزيلا متقدمه او الماندبل مراجع, هذا الكونفكسيتي. بس كتعريفا اقول الكونكيفيتي اوف ذا لاين تبو الكونكيفيتي اوف ذا لاين, يعني هو الشكل كله كونفكس بس الكونكيفيتي مال اللاين فيسينج تورز ذا تشو. يعني من ارسم الخطين هذا الكونكيفيتي الداخلي مالتها موجه باتجاه التشو بس هو الشكل كله شنو هو كونفكس. الكونفكسيتي منين تجي؟ ايذر انه عندي الماكزيلا متقدمه او الماندبل راجعه. تمام, من يصير عندي هذا الشخص المال اوكوجن اللي اواجه هو تمام بس ستريت لا ما يسمو نورمال. والدليل انه كل شخص كلاس 1 بروفايل مالته لازم يكون نورمال ما عنده مال اوكوجن. يعني البيشنت جاكم للعياده هو البروفايل مالته كلاس 1 ستريت, هو نورمال اوكلوجن او اب نورمال اوكلوجن؟ ممكن يكون نورمال ممكن يكون اب نورمال, يعني ولا جال يعني فاكيد عنده مشكله معينه. فمعنى مو كل شخص يعني معناها هذا, بس كبروفايل هو ستريت تايب ما نقدر نسميه نورمال, هذا ما يسمى نورمال, هو كبروفايل ستريت. الكونفكس البروفايل مالته يكون دائما مع جماعه الكلاس 2 بيشنت. السبب يكون ايذر بروبنافيزم بالماكزيلا او ريتروبنافيزم بالماندبل, العكس بالكونكيف. تمام, بالكونكيف راح نشوف الكونفكسيتي التحدب اللي صاير باللاينين اللي هي اللي راح تصير اوتسايد من التشو. تمام, فاللاين حيصير عندي اوبيوس انجل زاويه منفرجه. تلاحظون هسه لو باوع الصور باوع هذا الشخص اللي تشوفون هذا اللاين من رسمنا الفورهيد ويا الماكزيلا على الخط, بعدين راح نرسم نفس اللاين ونكمله من الماكزيلا للماندبل. تلاحظون هذا الكونفكس بروفايل, يعني عبالك فتشي جاي يطلع وبعدين يرجع الماكزيلا تتقدم الماندبل شوي شوي ترجع, هذا الكونفكس بروفايل. بالكونكيف العكس جاي يصير, انه ايذر يصير عندي ريتروكناتيزم بالماكزيلا او عندي بروكناتيزم بالماندبل. تلاحظون هذا اللاين الرسمه من الفورهيد. تمام, بعدين شي يجي يصير عندي يطلع اللاين, يطلع لانه يصير عندي
تنفسي. فهذا الشخص حيكون عندي كلاس 3. شو حيكون؟ كلاس 3. اذا بالفيشل بروفايل لما ربطنا هذول التو لاينز ولازم البيشنت شرط انه يكون الفرونت فورت بلاين بارلل تو ذا جراوند بالسوبرايم بوزيشن مالته، شو حيصير عندي؟ حيصير على 3 تايبس اوف فيشل بروفايل، ايذر ستريت او كونفكس او كونكيف. في حاله الكونفكس البيشنت يكون كلاس 2، ايذر عندي بروجنازم بالماكسيلا او روتروجنازم. يعني البيشنت من يجيني من قلت هو كلاس 2، انا لحد الان بس قلت انه هو كلاس 2 بس ما ما حددت الكوزيتيف فاكتور وين، تمام؟ ترى يعني ممكن يكون بروجنازم بالماكسيلا او روتروجنازم بالمانتبل، او ترى ممكن يكون بوث اوف ذيم، يعني ممكن المانتبل راجع والماكسيلا متقدم، تمام؟ هذا الشيء ما حددته، بس قلت انه هو كلاس 2، اما هذا او هذا، هذا اللي قلت. فلهذا بالبروفايل مال بيشنت لحد الان ككلينيكال تايب فقط عرفت انه هذا الشخص كلاس 1 او كلاس 2 او كلاس 3. هذا بالفيشال دايفرجنس بقى اختلاف اكو بين فيشال دايفرجنس وبين الفيشال بروفايل. الفيشال بروفايل جاي يربط لي ثلاث شغلات، الفورهيد ويا الماكسيلا ويا الماندبل، تمام؟ بالفيشال دايفرجنس هو الريليشن الموجود الفورهيد ويا الماندبل فقط، يعني اربط الفورهيد ويا الماندبل بدون ما يكون اي علاقه عندي ويا الماكسيلا. راح احصل على 3 تايبس، ايذر فيشال دايفرجنس نورمال او anterior inclined او posterior inclined. من اربط هذا اللاين مال الماكسيلا ويا الماندبل، هذا اللاين مال الفورهيد عفوا ويا الماندبل، يعني هذا الفار بس اربطه ويا الماندبل، راح يعني الغي هاي الزاويه اللي هنا أنا. اما يصير خط عدل او خط مائل anteriorly او خط مائل posteriorly، يعني ثلاث نقاط ممكن خطوط يصير عندي. خط عدل هي في جميع الخطوط عدله، بس ايضا خط عدل واحد ستريت او انكلايند انتيريوري او انكلايند بوستيريوري. انكلايند انتيريوري يعني شنو معناها؟ كلاس 3. اها يعني الماندبل هو من طالع اللي برا، تمام؟ في حاله الفيشال دايفرجنس انتبهوا فيشال دايفرجنس راسا اربط الماندبل ويا منو؟ ويا الفورهيد، ما عندي علاقة ويا المانزلة. هاي التخصر الموجود بالفيشال بروفايل هاي الزاوية هاي المنطقة ما عندي اياها، تمام؟ بالفيشال دايفرجنس اذا كان اللاين بي انكلينيشن فهو اما كلاس 3 او كلاس 2 اعتمادا على منو؟ على الماندبل، تمام؟ من اقول انكلايند انتيريوري شنو معناها؟ كلاس 3 معناها كلاس 3 معناها الماندبل متقدم مقارنة ويا الفورهيد. من اقول انه انكلايند posteriorly يعني معناها المانتبل راجع، تمام؟ هذا شيء يكون كلاس 2. صارت واضحه؟ زين هسه الفيو اللي انا حصلته بالفيشال بروفايل او دايفرجن شنو كان الفيو؟ شلون باوع البيشنت؟ لازم تبوا كلمه الفيو شنو معناها. من اسالكم عن الفيو بالفلان دايجنوستس لما قلنا ترانسفيرس، شنو الفيو اللي اسويه اثناء الترانسفيرس؟ لازم شيء يكون لا بالترانسفيرس بيرت او فرونتال. بعد طب هاي مصطلحات مهمه. بعد من واحد يساوي دايجنوستس بالترانسفيرس بلين، ترانسفيرس من هو الهوريزونتال، هذا الفيو مال البيشنت لازم شي يصير. يعني شلون اباوع البي يعني شلون اباوع البيشنت على مود اعرف الترانسفيرس بلين مالته نورمال او اب نورمال. Either frontal view about من قدام أو occlusal view، تمام؟ من عندي facial profile أو divergence شنو الفيو لازم أسوي للpatient؟ بال أوكي صحيح، بس الفيو شنو باوع لازم شنو باوع؟ باوع هالشكل؟ لا باللاترال بالسايد فيو. أجي أباوع سايد فيو لازم يعني أي شخص من عندنا من حضراتكم أنا شفتكم الفيو لازم كل واحد شخص أباوع منين؟ من السايد فيو وليس من الفرونتال فيو، تمام؟ زين هذا الفيو حصلت على ايش قد؟ على 3 تايبس اوف من البروفايلز، ايذر كلاس 1 اور كلاس 2 اور كلاس 3. ال1 كان ستريت وال2 كان كونفكس وال3 كان كونكيف، تمام؟ هذا الفيشال بروفايل. بالدايفرجنس قلنا علاقه الفورهيد ويا الماندبل، ما عندي هاي
هاي الزاوية أصلا لا acute ولا obtuse ولا حيعزلون. عندي straight line inclined anteriorly أو inclined posteriorly. أكو عندي طريقة أخرى أقدر أسوي الفيو غير الكلينيكال، يعني هسه أشوف patient جاني أنا أشوف البروفايل مالته. شو شو تقول له؟ لا تقول له لازم أشوفه صح ولا لا؟ شلون أشوفه؟ يعني يجي الكلينيك وقعد يقعد وباوع سايد فيو أشوف البروفايل مالته. أكو طريقة أخرى أقدر أشوفها غير الكلينيكال؟ إكس راي. لا 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 ما له علاقة، فكروا بأبسط طريقة يعني بشكل أبسط. فوتو يعني اللي عفية؟ أه. يعني أعطيكم هشك الصورة. أقولكم البيشن بروفايل مال هاي البيشن شو يكون؟ متفق صح ولا لا؟ إذا عملية الحصول على البروفايل فيو تمام؟ أيذر كلينيكالي أو عن طريق إكسترا أورال فوتوغرافي. طريقتين. تمام؟ either clinically يعني patient تجي قاعد على باو أشوفه أو عن طريق extra oral photography. يعني مثلاً حضراتكم تيجون تشوفوا لي profile patient أما تجيبوا لي العيادة يقعد على dental chair وأشوف البروفايل مالته أو تأخذوا لي صورة مضبوطة بالside view وتجيبوا لي إياها وأشوفها وأقدر أقول لكم هذا patient profile مالته normal class 2 class 1 convex concave whatever. تمام؟ صارت واضحة؟ إذا هاي طريقتين either clinically أو عن طريق extra oral photography. تمام؟ بالطريقتين ربطنا two lines. line الأول forehead ويا المعزلة point A، ومن point A إلى أبرز نقطة من الجن اللي هو البوغونيون. هاي كلها تأخذوها بالسيفالومتريك، هاي نقاط ما عندنا مشكلة بيها. تمام؟ ربطناها صار straight line، صار عندي class 1 ما نقول normal دباركم هاي تمت normal ما ممكن تقول. تمام؟ صار عندي convex profile أتوقع إنه patient يكون class 2 وأشوف concave profile ممكن patient يكون class 3. تمام؟ كلها قاعد تشوفون كلمة أستخدم ممكن، شيء مو ثابت لأنه أكو ممكن يصير أو ممكن ما يصير. بالdivergence رأساً عقلي يربط ويا المنيو ويا المانديبل. سؤال أي سؤال ينسألون على البروفايل تربطون هاي ثلاث نقاط، بس تنسألون على الدايفرجنس تربطوا لي ويا الماندبل، ما يعني الماكسيلا ألغي من الوجود. تمام؟ انكلاين انتيريوري لاين بالدايفرجنس كلاس 3، بوستيريوري زين. نيجي على البارت الثاني بالانتروبوستيريور ريليشن شيب. بالانتروبوستيريور نفس الشيء ريفيو ايضا سايد لاترال سايد فيو وليس فرونتال. تمام؟ الطريقة اللي استخدمها بالانتروبوستيريور ريليشن شيب اني راح استخدم التو فينجر ميثود. هذول الاثنين اصعبين الاثنين استخدمهم، الاندكس والميدل. الاندكس والميدل. الاندكس فينجر راح وين تجي تقعد؟ راح تقعد على بوينت اي اللي هي اعمق نقطة من المعزلة. نعم. والميدل فينجر وين راح تقعد؟ راح تقعد بأعمق نقطة من بوينت بي اللي هي من الماندبل. نعم. صار عندي نقطتين. ماكزيلا فوق، ماندبل جوا. ماكزيلا فوق، ماندبل جوا. راح أجي أسوي هذا النقطة. راح أشوف الريليشن بين الماكزيلا والماندبل بالأنتروبوستيريور فيو أو بالساجيتال فيو اللي هو هذا. من هنا أشوف الريليشن بين الماكزيلا والماندبل. اخلي هذا الاندكس هنا والميدل هنا واشوف الريليشن. بعد راح نحكي اول شيء كنورمال. احنا نورمال نعرف انه الماكسيلا هي المتقدمه على المانديبل. تمام؟ بس مو متقدمه كلش هوايه، يعني 2 ملي 2 الى 3 ملي. دائما الماكسيلا هي المتقدمه على المانديبل. هاي الماكسيلا وهذا المانديبل. خليت الفينجر هنا اول والفينجر الثاني هنا، حصلت على الانترو بوستيريور ريليشن. زين من عندي هذا الاندكس وهذا الميدل فينجر. هذا الاندكس فينجر اذا برز اكثر من اللازم صار اهيد تو ذا الميدل فينجر. يعني شنو معناها؟ معناها الماكسيلا هي اللي تقدمت اكثر من المانديبل او بالعكس
انه الماندبل تراجع اكثر من المانزيلا صح لو لا؟ والنتيجه صار عندي كلاس 2 بيشنت تمام؟ او العكس انه الميدل فينجر هو اللي تقدم على الاندكس فينجر من يكون عندي الميدل فينجر هو المتقدم على الاندكس فينجر راح يصير عندي العكس تماما راح يصير عندي كلاس 3 بيشنت بابا اصوات بقى خلينا الاندكس هذا الاندكس فينجر وهذا الميدل فينجر بوينتين اثنيناتهم تمام صار عندي 1 لاين هذا كان البيشنت كلاس 1 ما عنده مشكله من تقدم عندي الاندكس فينجر على الميدل فينجر يعني مو شرط انه الاندكس تقدم احتمال الميدل رجع او ممكن الاندكس تقدم ما عندي مشكله يعني المهم انه اعرف انه اكو واحد متقدم اكو واحد راجع الابر هو بيتقدم وتراجع باللور يعني هذا الشخص يكون عندي كلاس 2 والعكس تماما من عنده ما الميدل فينجر ما يوصل هو يتقدم على الاندكس فينجر يصير عندي البيشنت كلاس 3 هسه راح واحد يسال مجموعه اسئله بهاي الخصوص باستخدام من هذا اولا هاي الطريقه ممكن تستخدم in two ways either intraorally او extraorally الانتراورال يعني لازم اسوي ريفليكشن للب كله وادخل التو فينجرز تمام او extraorally بدون ما اسوي ريفليكشن واخليها على السوفت تشو تماما هاي نقطتين هنا يعني. تمام يا طريقة أفضل؟ أكثر الأكثر أفضل؟ أنت وابتح أقولها بالفلو عفية جيل العفو زين لا هو طبيعي أنت لا؟ أيه بس أنا نشوف هذاك مشكلة إيش من مالي زين أنت شو تقول أحمد؟ أنا أفضل الأكسترا أنت تفضل الأكسترا؟ علي أنت شو تفضل؟ زين دكتورة طبقة البيشن الأكسترا هي أكيد الأكسترا لا كطلاب إحنا أول شيء الإنترا ونصر بعدين الأكسترا أكيد يعني إنتي لما نشوفين هسه من الوجه تعرفين مصنع ده وده أكسترا ما في شيء يعني هو ما عنده مشكلة بالكلوجين ما كان أجد أنتوا قد تشوفون إنه أنتوا قد عقدون تفكيركم وقد تروحون إلى مكانات أبعد أكثر من اللازم هي بمنتهى السهولة أكيد الإنترا أورال طريقة الإنترا أورال إنه داخل الفينجرز وسوي ريفلكشن لللبس أحسن من الإكسترا أورال ليش؟ لأنه الإنترا أورال راح تعطيني ريزلت وأكيروسي أكثر وأدق منين؟ من الإكسترا أورال لأنه راح ألغي أهم بارت بأثناء الدياجنوسيس مالتي اللي هو السوفت تشو ثيكنس مال اللب مو؟ يعني جاني بيشنت مسوي فيلر شو نسوي له ذاك الوقت؟ أنا شو ما أدري مسوي فيلر ما مسوي فيلر صح ولا لا؟ أو أوفكم من الفيلر والبوتوكس جاني بيشنت عنده ثيكنس بالسوفت تشو وجاني بيشنت عنده ديكريز بالثيكنس بالسوفت تشو راح يأثر صح ولا لا؟ تمام؟ إضافة إنه أكو فد نقطة بعد أهم إنه المسل كونتراكشن أثناء الدايجنوزيس الشخص جاني هو أصلاً متشنج أثناء الدايجنوزيس تمام؟ ممكن يعني هو يعطيني في الريفلكشن خطا اثناء الدايجنوزس مالتي لكن من اني الغي السوفت تشو ثيكنس مالته مو فاذا راح تصير طريقه الانترا اورال هي مور اكوريت ذان الاكسترا اورال تمام شوف شلون تفكيركم صار خطا رجعوا تفكرون بطريقه خطا بوضعنا احنا الانترا بس لما نوصل الوضع عادي الاكسترا عادي شيء بعد يعني وضعنا لا لا احنا ما لا احنا هسه ما كنا جايين نحكي خبرة شخص احنا نجي نحكي ألم تمام يعني حتى وحتى كوضع يعني شنو المشكلة يعني لا انا اشوف حتى لو وضع يعني انه اكسترا او انترا انا افضل انه اسوي ريفليكشن للسوفت تشو واسوي دايركتلي مباشرة الدنتو البيولار ستراكتور يطلع لي القياسات اضبط وادق مما اذا استخدم السوفت تشو لانه السوفت تشو ثيكنس يغير من المقاييس كلها من الدايجنوز مالتي انت قد تنتبهين شو مكتوبة هنا مكتوبة كلاس 1 سكيليتال باتن كلاس 2 سكيليتال باتن كلاس 3 سكيليتال باتن يعني شنو معناها؟ معناها انا من قاعد اجي اقيس الانتروبوستيريور باستخدام التو فينجر ميثود انه من قاعد انطي فد ريليشن عندها علاقة ويا سكيليتال صح؟
شفتي شو صارت من دخلت على الخط اثرت على القياس مالتي ممكن تمام صارت واضحه اذا الساجيتال بلين الانترو بوستيريور بلين اللي هو نفسه الفيو اللي لازم اشوفه البيشنت هو السايد فيو الطريقه اللي استخدمها شنو هي اللي هي تو فينجر ميثود اقدر اسويها على الفوتوغرافي مثل ما سويتها بالبروفايل ها لا يعني ما ممكن اجي اخلي صوره واخلي اصعبها على الصوره ما ممكن يعني فشيء مستحيل يعني صح ولا لا اذا البروفايل دايفرجنس الوحيد اللي ممكن استخدم البيشنت كبيشنت انه اشوف يعني ما ممكن يعني هسه مرات واحد يجيب الكيس اقول له ارسل صوره البروفايل يعني دائما هذا اللي اقوله ليش لانه احتاج فقط اشوف البروفايل فقط ابدا اتعرف على البروفايل مال البيشنت البروفايل مال البيشنت والدايفرجنس مال البيشنت اقدر اشوفها كلينيكالي او عن طريق الاكسترا اورال فوتوغرافي لكن بقيه الدايجنوزز من اذر بلينز ما ممكن لازم يكون عندي البيشنت حي موجود اسوي الدايجنوزز عليه الطريقه اللي استخدمها بالانتروبوستيريور هو تو فينجر ميثود الميدل والاندكس الاندكس اخليها بالماكسيلا والميدل اخليها بالماندبل لازم يكونون وان لاين في حاله الكلاس 2 او انه الاندكس يتقدم على الميدل في حاله الكلاس العفو كلاس 1 وان لاين او انه الاندكس يتقدم على في حاله الكلاس 2 او بالعكس يكون الميدل متقدم على الاندكس في حاله الكلاس 3 تمام صارت واضحه والطريقه ممكن استخدمها اكسترا اورالي وانترا اورالي يا هو اكثر الانترا اورالي ليش لانه الغي الثيكنس ما صارت صارت واضحه اخر بلين هو الفيرتيكال حقيقه الفيرتيكال يعني تنقاس يعني تنقاس بطريقتين ممكن تنقاس فرونتال فيو اشوف البيشنت او ممكن اقيسه اصلا ممكن اقيسه اصلا بالسايد فيو لانه قياس مسطره هي تمام راح يتقسم الفيس الى 3 بارتس upper facial height middle facial height و lower facial height يا البارت اللي هو عنده علاقه بينا واللي ياثر علينا اللور فيشل هايت أبر ميدل واللور اللور ترى اللور يعني شوفوا هسه لو نقسم الأقسام الأبر فيشل هايت تشوفون من الهير لاينز للجلابلا بوينت جلابلا بين تو ايبروز يعني من الهير لاين إلى منطقة بين الحاجبين لهنا هذا الأبر فيشل هايت اللور الميدل فيشل هايت اللي هي نفس الامتداد مال نهايه الابر فيشل هايت تو ذا بيس اوف ذا نوز تمام من البيس اوف ذا نوز الى نهايه التشن هو هذا اللور فيشل هايت تشوفون هذا البارت هذا البارت هو اللي يهمني هذا البارت هو اللي يهمني ليش لانه هذا البارت اللي بالماكسيلا بالماندبل بالابر تيث باللور تيث اللي هو علاقه بشغله يعني تمام فذا اللور فيشل هايت اذا بمشكله بزياده او النقصان حتاثر على قراءه مالتي تمام ما ممكن احنا نجي نقيس هذا البارت هي طبعا اكو لازم تساوي بين الثري بارتس بالمناسبه تمام كنورمالي لكن احنا شو نسوي بالكلينيك مالتنا راح نقيس هذا البارت وهذا البارت فقط لهذا من حتقيسون البارتين راح تسجلون upper facial height قياس معين واللور فيشل هايت قياس معين ثاني. الأبر فيشل هايت راح يكون هذا راح تقيسون فقط هذا البارت تمام؟ جيبوا المسطرة تقيسون المسافة بين الآي إبروز to the base of the nose. هاي تقيسون ليها بالمسطرة وبعدين نيجي نقيس المسافة بين ال base of the nose إلى نهاية التشن. تشوفون؟ يعني أجيب مسطرة أقيس هاي المسافة وأجيب مسطرة أقيس هاي المسافة. كل واحد اسجل القياس مالته بالمليمتر خلينا نعتبر انه الابر فيشل هايت مالتنا كانت خلينا نقول 50 52 ملم اللور فيشل هايت تقريبا 60 67 ملم شو عندي increase or decrease وقت تساوي الأدنسة
احنا قلنا من المهم مالتنا القياس اللور اللور قياسا اسهلكم الامر من تقيسون المسافه هذا الاول بارت وثاني بارت ما جاي افكر ياهو الاعلى ياهو الاقل وشنو هو شنو لا افكر انه بشرط عادي اشوف اللور اذا اللور مساوي للابار اقول انه البيشنت عنده نورمال فيرتيكال بلين اذا اللور قسته وهذا الابار او هو المدل طبعا هو راح يكون من اقيسه احنا صح هو المدل بس احنا نعتبره الابار لانه ما نقيس هذا البارت تمام هذا من اقيسه واقيس اللور اذا كانت القياسات متساويه او متقاربه جدا يعني واحد يطلع 62 والاخر يطلع 63 يعني متقاربه كلش هوايه اعتبر ان البيشنت عنده نورمال فيرتيكال بلين تمام اذا اجي اقيسه وطلعت القياسات مثل ما هسه هنا 52 الابار واللور 267 تمام معناها الشغل الرئيسي مات هو اللور لانه هو اساسي لانه بيه الماكسيلا والماندبل والتيف اللي هو راح اشتغل عليهم تمام ال 67 معناها ارجع البيشنت عنده احتماليه انكريس بالفيرتيكال دايمنشن تمام او العكس خلينا نقول جانا البيشنت الابر فيشل هايت مالته خلينا نقول 52 واللور فيشل هايت 42 يعني معناها البيشنت شنو يكون عنده ديكريس فيرتيكال ديسكريبنسي تمام احتمالية إنه البيشنت من يكون عنده increase بالvertical dimension شو النوعية المال أوبرين أواجهها أثناء التريتمنت مالتي احتمالية دبل مؤكد يعني مو إنه شخص جاني عنده increase بالvertical dimension لازم يكون عنده لا احتمالية open bite open bite ممتاز من يزداد عند vertical dimension of the face تمام يعني increase باللور facial height بالأحرى خلينا نقول هذا اللور part من vertical dimension معناها انه البيشنت اكو عنده احتماليه يكون عنده open bite edge to edge او edge to edge حسب الديجري تمام يعني من يكون عندي increase باللور facial dimension يعني معناها شخص محتماليه انه شيء يكون عنده open bite العكس من يقل deep bite ممتاز ممكن يصير عندي deep bite صح لو لا من يقل ال vertical dimension يعني ازداد ال overlap مال الدنتشن ممكن شيء يصير عندي deep bite تمام بس مو شرط زين ليش مو شرط اكو المصطلح العام اخذناه وهو كلش مهم دولير كومبنسيشن اها ممتاز برافو عليك سببه انه اكو شيء اسمه دنتو الفيولر كومبنسيشن صح هو عند انكريز بالفيرتيكال دايمنشن لكن الدنتو الفيولر ستراكشر دنتو لا ما خطش الدنتو الفيولر تسجلتها دنتو الفيولر الاسنان داير مدايرها العظام التيث surrounding alveolar bone صاير فد over eruption بحيث غطت ال increase بالvertical dimension ورجعت الكيس إلى normal condition تمام؟ إذن من أقيس المسافة أقيس اللور facial height وأقيس المدل facial height لازم نشوف المقارنة بيناتهم بالمليمتر بمصدر أجي أخليه وأقيس أقيل هل قيت شفته 50 أكتب 50 40 30 whatever إذا عندي زيادة كشي ما حسوي ما أقول open bite ولا deep bite أقول الآتي إنه البيشنت عنده increase باللور facial height فقط هذا اللي أقوله صارت واضحة تمام الفيو اللي أشوفه بيه فيوين either frontal أو من side view أقدر أقيس لأنه قياس مسطرة أقدر أقيسه على الفوتوغرافي ما ممكن لازم البيشنت حي يرضى يقعد قدامي تمام أكو سؤال لحد الآن هو يكون بوضعية الريست كلها ريست الريست بوزيشن والسوباين بوزيشن هذا كلها لازم يكون والفرانكفورت بلين بارر او بعده يظل يباوع على نقطه ما يتحرك كلها راح تصير خلال ثواني هاي تمام هاي القياسات اللي اخذناها بالثري بلين الترانسفيرس والانتروبوستيريال والفيرتيكال والبروفايل مال البيشنت هاي القياسات كلها تعتبر ضمن السكيليتال كومبوننت يعني كلها قاعده تحكي على السكيليتال كومبوننت بس لحد الان شوفون اذا انت تجيبون كلام شنو كل الان الكلام اللي قاعد اقوله يعني قاعد اقول انه اكو مشكله عندي بالفيرتيكال عندي مشكله بس ما قاعد اقول وين بالضبط ما قاعد اقول ماكسيلا ما قاعد اقول ماندبل ما قاعد اعرف اثنيناتهم تفهمون شلون يعني لحد الان انا قاعد اكتشف انه عندي فشي خلل وين بيا بلين كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 اوبن بايت دي بايت بس ما قاعد اقول
وين الخلل الرئيسي. بس قاعد اقول انه قاعد تشوف الخلل بيا بلين وقاعد تشوف انه هو سكريتال او مو سكريتال. تفهمون شلون؟ يعني شنو معناها سكريتال او نو سكريتال؟ يعني انا ممكن البيشنت تجيني اشوفك لاسوان كانتروبوستيريا، انا سويت التو فينجر ما تطلع عليك لاسوان، افتح حلقه اشوف كلاس 2. يعني هذا شخص فكر انه سكريتال هو 1 بس دينتالي طلع 2. تفهمون شلون؟ تمام؟ فيرتيكالي نورمال ما عنده مشكله، فتحت حلقه شفت له اوبن بايت هالك الداتا موجوده بحلقه. صح؟ يعني فيرتيكال دايمنشن مال تيف اكو بيها مشكله، لكن ذا فيرتيكال دايمنشن مال فيس مال نورمال. انتوا قاعد تنتبهون على ترى هي عبارات بسيطه بس كلش مهمه ترى بالتفرقه. يعني هاي النقاط هاي ثلاث شغلات شرحناها مال ترانسفيرس هاي كلها قاعد نحكي على سكليتال بارت. تمام؟ صح؟ ما قال نحدد بين ماكزيلا ماندبل بس احنا قاعد نحكي سكليتال بارت، ما قاعد نحكي دينتال بارت. خلوها ببالكم هذا الكلام. تمام؟ زين. راح نبلش بالسوفت تشو بارت. ننتبه للسوفت تشو قبل ما هذه. اللب انتو يعني الان اخذنا اخذتوها اللب والكومبوننت والفيرتيكال كومبوننت والريليشن بالانتروبوسيت كلها حكيناها ما عندك مشكله بها. تمام؟ اهم بارت اثناء هي عمليه الميتنج بين الابر ليب واللور ليب. تذكرون احنا اهم حكينا فيها اللي هو الانتيريور اورال سيل، عمليه الكونتاكت بالريس بوزيشن. لازم اكو فد كونتاكت بسيط يربط الابر ليب ويا اللور ليب. تمام؟ هذا يسموه بالليب كومبيتنت بالنورمال كونديشن. تمام؟ راح تواجهنا بالسوفت تشو بالليب اكزامينيشن فور تايبس من الليب كومبيتنسي. اول شيء هو الليب كومبتنت اللي هي النورمال بالريس بوزيشن بدون اي كونتراكشن بالمسلس، انه الابر ليب تلتقي ويا اللور ليب ماكو اي مشكله بيناتهم، هذا يسموهم بالكومبتنت. او يكون ما يلتقون، ما يلتقون ما يجي اي كونتاكت ما يصير بين ابر ليب واللور ليب، هذا يكون ليب انكومبتنت. او انه يلتقون لكن وذ فورس بوتنشال كومبتنت. تمام؟ اذا عندي او اصلا يسموه الافيرتد تايب. هسه راح احكي لكم كل واحد شنو اختلافه عن الثاني، بس انا اطلب طلب صغير الاسبوع القادم رجاء، يعني الوقت هو يعني داهمنا وانتم عددكم قليل، يعني بلا زحمه عليكم. ماشي 8:30 ما رد 8:30 رد 8:30 بلا زحمه عليكم. لا مو بابنا هذا فوقه فوقاني؟ اي يلا تمام. انا بس مركز راسي على الباب. لا هالباب بابنا. هلا تفضل يا مسلم، تعال تعال عادي عادي. ايه ان شاء الله نكمل المحاضرة. ان شاء الله. محاضرة الأورثو 7:30 ان شاء الله. تقول كومبتنت فورس.